بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو سوف نتعرف على طريقة خطيرة جديدة لإغلاق حساب صديقك يعني على الواتساب. طبعا يعني إغلاقه يعني عندما مثلا سوف يجرب أن يدخل إلى الواتساب، لاحظوا معي أنا أضغط فلن يستطيع، حتى وإن دخل فخلاص يعني سوف يتشنج الهاتف كما سوف تشاهدون. لاحظوا معي، سوف أحاول مرة أخرى الدخول، يعني لا يدخل نهائيا كما سوف تشاهدون. لاحظوا معي، حتى وين دخل يعني تظهر يعني نافذة بهذا الشكل ولا يستطيع الدخول، يعمل بلوك للهاتف. طبعا يعني هذا المشكل يمكن حله في الأخير بإزالة الواتساب. هذه الطريقة تعتمد على ملف جديد خطير جدا، سوف تقوم بتحميله من الرابط أسفل الفيديو. طبعا يعني الملف انا وضعته في اي اندرويد، يعني هذا هو الرقم اخواني الكرام، يعني كما سوف تشاهدون قم بتحميله فقط من الرابط اسفل الفيديو. بعد الضغط عليه سوف يضاف مباشره الى قائمه الاتصال الخاص بك وكانه رقم جديد كما سوف تشاهدون. اضغط على السيف كونتاكتوس. طيب يعني الحين بعد اضافه الرقم سوف تذهب الى الواتساب، ثم بعد الدخول الى الواتساب سوف تقوم بانشاء حساب جديد أو يعني مجموعة جديدة، تضغط على نيو جروب ثم تقوم بإضافة إليها الأشخاص الذي تريدهم، مثلا هذا الرقم الخاص بي، ثم تضغط على هنا ثم تنشئ حساب، اسم للجروب مثلا أسميه مثلا حوحو في الصبيح بهذا الشكل، ثم أضغط على هكذا. طيب الحين بعد إنشاء الحساب أحباب في الله، الشيء الذي سوف تقوم به حتى تقوم بتعطيل الواتساب الخاص بذلك الشخص، فكما ذكرت قمت بهذه التجربة، فسوف تقوم بإضافة أو إرسال له يعني الرقم الاتصال الذي حفظناه من قبل. بالتالي سوف تضغط هنا ثم تضغط على هذه الطريقة، يمكن لك اعتماده إذا كنت تريد صراحة تعطيل مجموعة من يعني عمل بلوك لمجموعة من الواتسابات يعني الخاصة بأصدقائك كما سوف تشاهدون. يعني إذا أضفتهم إلى المجموعة راح أضف فقط شخص واحد تريد اللعب معه، ففي الأخير حتى يتغلب على هذا المشكل الذي حصل معي أنا شخصيا الحين فيقوم بإزالة فقط الواتساب. فقط يعني اضغط على هنا ثم أضف يعني رقم الاتصال، اضغط على كونتاكت ثم انتظر قليلا. طيب حتى تظهر لك يعني ارقام الاتصال الخاصة بك، فسوف تضغط على الرقم الذي قمنا بإضافته قبل قليل كما سوف تشاهدون، هذا الرقم الذي هو عبارة عن كود، نقوم بالضغط عليه ثم ننتظر قليلا قليلا حتى يقبل يعني الإرسال. يعني سوف تجد أيضا المشكل في هاتفك في مرحلة يعني الإرسال قد تستغرق تقريبا 3 أو 5 دقائق حتى يتم إرساله، بعد إرساله فخلاص يعني تتخلص من هذه المشكلة. طيب ننتظر فقط قليلا حتى ينتظر يعني او يعني تظهر رسالة لارسال الملف. طيب بعد الانتظار قليلا كما سوف تشاهدون ظهر لي زر ارسال يعني الرقم او الرقم الذي اخترته الى الواتساب الخاص بصديقي كما سوف تشاهدون. سوف اضغط على السين ثم تنتظر مرة اخرى. كما ذكرت هذا الملف قوي وقوي يعني ويزن كثيرا وكثيرا، هذا الشيء الذي يجعل الواتساب صديقك يعني يتلف نهائيا ويجب عليه يعني إزالة الواتساب وإعادته مرة أخرى. طيب أخذ بعد تقريبا دقيقة ونصف حتى أرسل يعني الرقم الذي يسبب هذا المشكل كما سوف تشاهدون. لا يجب عليك أن تفتح يعني هذا بعد إرساله، لا يجب عليك أن تفتح الجروب، فقد قم بإزالته. يعني إذا فتحت يعني الجروب أنت أيضا سوف يسبب لك هذا المشكل. بالتالي فعندما سوف يفتح الصديق لك الواتساب الخاص به والرسالة التي أرسلتها التي عبارة عن نص، لاحظوا معي، يعني سوف يسبب له مشكل كبير جدا في الواتساب الخاص به ولن يستطيع فتحه كما سوف تشاهدون. أنا أضغط يعني ولا يفتح نهائيا. بالتالي فأنصحكم بعد هذه العملية أن تقوم بإزالة يعني هذه المجموعات التي قمتم بإنشائها والتي أرسلتم فيها يعني الرقم الهاتفي. وشيء مهم جدا عندما تريدون يعني إزالة يعني هذا الرقم الذي أضفتموه إلى قائمة الاتصال، فأنصحكم باستعمال أحد التطبيقات الخاصة بإدارة يعني أرقام الاتصال الخاص بك، كونتاكتوس هنا سوف تشاهدون كونتاكتوس،
ثم تقوم بإزالته، لأنه يعني عادة يعني في قائمة الاتصال الافتراضية الخاصة بهاتفك سوف تجد مشكل كما سوف تشاهدون، سوف تضغط على الديليت هنا في الأعلى وتقوم بإزالة هذا الرقم، لأنه سوف يسبب لك أيضا مشكل عندما تقوم بالدخول إلى قائمة الاتصال الخاص بك، لأنه يزيد كثيرا كما ذكرت إخواني الكرام. وهكذا تكون قد يعني خضعت يعني صديق لك. استدعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع. إذا زيارتنا على موقعنا www.podcast5.com وإيميلنا الصحيح على فيسبوك facebook.com/حافظ/حديث بالفول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.